جدا للبرنامج الزمني عندما نتحدث عن 500 بئر في عام. اعتقد ان شاء الله ده يبقى بالنسبه لنا طفره، يعني عاده البئر بياخد شهر في تنفيذه، النهارده استمعنا الى 10 ايام فقط في تنفيذ البئر. ده يمكن هيجينا ننجز المطلوب مننا في عام 2016 واكثر من المستهدف كمان. النهارده سمعنا يمكن حاليا بيتم تجارب تشغيل البير، كل شويه بيتم عمليه غسيل وتجربته. عرفنا ان نوعيه الميه مناسبه جدا لكل انواع المحاصيل، بالاضافه لاكتشاف اليوم اللي تم الاعلان عنه ان مصدر الخزان اللي احنا بناخد منه جاي من خزان جوفي نوبي، اللي هو معروف بالنسبه لنا كخبراء ري، هو خزان باذن الله لا ينضب، باذن الله متجدد في كمياته الوارده من خارج مصر. فده هيفتح لنا باب جديد تماما في توقعاتنا ومزيد من الابار في هذه المنطقه. خطوه افضل في مشروع المليون ونص فدان، يمكن ربع المشروع يقع في نطاق محافظه المنيا، فبيضيف 370 الف فدان في المراحل الثلاثه. في المرحله الاولى نصف مليون الاولى نصيب محافظه المنيا 80 الف فدان. نتخيل هذه المساحات ان شاء الله عندما تضيف مساحه زراعيه كفرص عمل وانتاج زراعي وامن غذائي وغيرها من المشروعات القائمه على المياه، اعتقد هتكون طفره لمحافظه المنيا والمحافظات المجاوره، خاصه ان معروف كل مشروع المليون ونص فدان يقع في وجه ابلي تقريبا، فبالتالي هتكون فاتحه خير لهذا المكان العزيز لنا كلنا. والبدايه من المنيا، وان شاء الله هيكون لنا لقاء اخر في توشكا والمغرى في محافظه مطروح ان شاء الله. ويمكن الصوره بتتحدث عن في وسط هذه الظروف الصعبه اليوم النهارده، لكن رجال مهندسي وزاره الري ووزاره البترول نشكرهم كل القائمين على العمل.